أهلاوي. دار حديث خلال الساعات الماضية حول اللاعب محمد فتح الله مدافع غزل المحل، هل ينضم للنادي الأهلي أم لا؟ الناس في النادي الأهلي قالوا احنا مش محتاجين قلب دفاع، وقالوا ان احنا عندنا دلوقتي بدري بنون ومحمود متولي وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ستة في قلب الدفاع، خمسة أساسيين، وأيمن أشرف بيلعبها هو السادس وسعد بيلعب بديل لعلي معلوم، ستة. وعندنا بره محمد عبد المنعم المعار إلى عليه الصلاة والسلام، ربنا يكرمكم بركة الصلاة على سيدنا النبي، محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة، وعندنا أحمد ياسر محمود الجزار المعار إلى الجونة. غالبا لن يعود محمود الجزار من الجونة، ولن يعود محمد عبد المنعم من سموح، لأن هم شايفين إن الدنيا كده كويسة، بل هناك كلام عن رحيل سعد سمير. فموضوع محمد فتح الله مش واخد اهتمام كبير في النادي الأهلي، أو مش حريصين على إن هم يحصلوا على خدماته في نهاية الموسم الجاري، خاصة وإن غزل المحلة طلب فيه 20 مليون جنيه، وده مخلي الدنيا صعبة قوي 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 قوي. فالنادي الأهلي صرف نظر عن محمد فتح الله نظرا لأنه عنده كثافة عددية في قلب الدفاع ولا يحتاج إلى خدمات، وعنده ثلاثة معارين، أحمد علاء في طريق الجيش، محمد عبد المنعم في سموحة، محمود الجزار في الجونة في نفس المركز. فقال لك طب نجيب ليه؟ نشتري ليه؟ وبعدين لما نيجي نشتري نحطه في مقارنة مع الثلاثة، محمد عبد المنعم ما شاء الله شايل سموحة، محمود الجزار أساسي مع الجونة، أحمد علاء مكسر الدنيا مع طلائع الجيش. فلما أجيب من ولادي اللي يخليني أروح أجيب من برة؟ هو ده الكلام اللي بيفكر فيه المسؤولين في النادي الأهلي فيما يخص محمد فتح الله، فمحمد فتح الله النادي الأهلي بيصرف نظر عنه لأنه عنده ستة قلب دفاع وثلاثة معارين، تسعة. قال لك هو أحسن من الثلاثة المعارين، ده موضوع لازم ندركه. فمش جاي محمد فتح الله. وفي كلام كبير جدا 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 على رحيل العزيز الغالي سعد سمير عن النادي الأهلي. العزيز الغالي سعد سمير عن النادي الأهلي غالبا هيرحل. الإعارات اللي النادي الأهلي قال هيرجعها، عمار حمدي من الاتحاد السكندري امبارح كان ما شاء الله تبارك الله مكسر الدنيا، أحمد حمدي عبد القادر المعار إلى سموحة رغم إن ما فيش طلب وصل لنادي سموحة باستعادته لكن في نهاية الموسم، وأحمد ياسر ريان. النادي الأهلي دول الثلاثة المستقر على عودتهم، لكنه لا يرغب أبدا 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 إن هو في إعادة أحمد علاء أو محمود الجزار أو محمد عبد المنعم. طيب جاي لي سؤال من صديق أهلاوي مختلف مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة كابتن محمود الخطيب، خلي بالك من السؤال ده على الواتس، طبعا مش هقول اسم اللي بعت لي السؤال ان انا بحترمه جدا وبقدره جدا، عامل لي تويتر لاحمد شوبير بيقول الاهلي يتمسك باسناد مباراته لحكام اجانب، استعرض مجلس الاهلي اللي هو البيان اللي طلع، وبعت لي بيقول لي هو على كده الاهلي هينسحب قدام الزمالك لو ما جابوش حكام اجانب، وبعت لي علامه استفهام وعاوز يعرف هو شايف ان التصعيد لان انا اقول حاجه وما تحصلش ده إهانة للأهلي. طيب يا سيدي، اللي أنا عاوز أوضحه إن الأهلي متمسك بالحكام الأجانب بس مش في مباراة القمة يا سيدي الفاضل زي ما أنا شرحت في بداية اللايف. ما هو إيه الفرق بين أنكل أبو المعطى زكي وغيره؟ إن أنا بسأل في التفاصيل عشان أعرف إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، طب هنعمل إيه، طب الماتش اللي جاي، طب كاني، طب ماني. قال لك الجدول اللائحة بتقول 15 يوم قبل المباراة، 15 يوم قبل المباراة تبعت الشيك والطلب، فالشيك لسه ما راحش، والاهلي طلب يوم 4، يبقى هو الاهلي هيبعت شيك ليه؟ لاول مباراه هيلعبها في الدوري الممتاز، هيبدا خلاص الاهلي يحط شيك كده ب 100,000 دولار 200,000 دولار في اتحاد الكره للحكام الاجانب لهذا الموسم، اللهم الا اذا لو انصلح الحال وعاد العدل وارتفعت مستوى الاداء التحكيمي، وهذا امر يرجع الى مجلس اداره النادي الاهلي،
لكن اللي انا بشوف ان مجلس اداره الاهلي لما بياخد قرارات لا يتراجع فيها، لان الغضب الجماهيري مش بيبقى ضد اتحاد الكوره بس، ضد اتحاد الكوره ومجلس الاداره فمباراه القمه لن تقام بجماهير، لن تقام بجماهير ولن تقام بحكام اجانب. وانا قلت ان امين عمر وابراهيم نور الدين اقرب الناس المرشحين لهذا الامر. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، واوعى تنسى تفعل الخير وتتبرع ل 57357. اللايكات قليله والله، الرقم ده والله ممكن يزيد، احنا معانا عدد كبير جدا. هرد على اسئله حضراتكم، لسه المدفع ما ضربش عندنا يا عم في القاهره، احنا في القاهره، لو انت بقى في الخليج او حاجه هتلاقيك فطرت كمان وجيت، لكن احنا في القاهره لسه ما ضربش المدفع عندنا. طيب ايه تاني؟ من نيويورك هاني حنا، والله احنا عاملين افطار وحده وطنيه النهارده يا هاني والله. اسامه الفيش، بالله عليك يا اونكل دعوه يشفينا ربنا قبل المغرب، شفاك الله وعافاك ومتعك بالصحه والعافيه وكتبك في عباده الصالحين. خطوف من الحكمه، تحياتي من الكويت، يرزقكم الحكمه دايما يا استاذ حازم احمد. ربنا يحفظك انت واهل بيتك، وتحياتنا من هولندا يا اونكل ابل شيما او ابي شيما، ربنا يحفظك ربنا يحفظك. ابو شامي معلش عفوا بقى، انت كاتب انجلش على قد في الانجليزي، انا اخر جود مورنينج وانت يعني وجود افتر نون يعني. لو عاوز انجليزي بقى يبقى عمر يبقى قاعد معايا. حسام الدسوقي اخبار محمد محمود، نزل التدريب يا راجل، يا راجل نزل التدريب والحمد لله. اخوك محمود ابو كريم من الكويت، اقسم بالله انت راجل محترم يا اونكل، والله بنتعلم منكم الاحترام يا اهل الكرم ويا اهل البيوت الطيبه. فلوبيتير ابني بيسلم عليك يا اونكل، عماد عايز يسلم على فلوبيتير وقول له انا عندي النهارده في البيت افطار وحده وطنيه، عشان تبقوا عارفين اهو، افطار وحده وطنيه، افطار وحده وطنيه. هي كل مباراه الاهلي يبعت طلب؟ كل مباراه الاهلي يبعت طلب، الا اذا لو هو ثبت طلبه وحط مبلغ تحت الحساب يا استاذ، وحط مبلغ تحت الحساب. غالبا هيبقى امين عمر وعلى مسؤوليتي، قول يا رب. اخبار كريم نيدفيد ايه؟ ما نزل يا عم عبد الله اشرف وخلاص وبقى كويس وزي الفل. يوسف ديف الله، تحياتي لشخصك الكريم من مرسى مطروح. ناس مرسى مطروح دول ناس رجاله واخواننا واهلنا، وبنتشرف بمعرفتهم، وخاصه الحاج سعد ابو صندوق، كل الناس اللي في نادي الرجاء ناس يعني ناس محترمه، واهالي مطروح اهالي كرم واهل خير، فوق راسنا فوق راسنا. انا كريم من